وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاعتماد على المكونات المحليه قدر المستطاع في تنفيذ مشروعات مبادره حياه كريمه لتطوير قرى الريف المصري نظرا لتاثر سلاسل الامداد العالميه وما تمثله من فرصه لتوطين الصناعه بالشراكه والتعاون مع المستثمرين والقطاع الخاص. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعه الموقف التنفيذي لمشروعات حياه كريمه لتطوير الريف المصري. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه المتجدده والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروه المعدنيه والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتوره هاله سعيد وزيره التخطيط والتنميه الاقتصاديه واللواء محمود شعراوي وزير التنميه المحليه والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه، ولواء اركان حرب هشام السويفي، رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان الاجتماع تناول متابعه الموقف التنفيذي لمشروعات مبادره حياه كريمه لتطوير الريف المصري، وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الاطار على سير الأعمال والموقف التنفيذي للمرحلة الأولى للمبادرة، التي تشمل إجمالي عدد 1477 قرية وتوابعها، تضم حوالي 18 مليون مواطن، حيث تم استراد خطوات التنفيذ على مستوى الجمهورية، والإجراءات التي تم اتخاذها لمراعاة ظروف كل محافظة وطبيعتها الخاصة، وكذلك معدلات الإنجاز على مستوى مختلف القطاعات، لا سيما شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي والكهرباء والاناره والاتصالات والبريد والنقل والطرق والمجمعات الحكوميه النموذجيه والري والزراعه والتعليم والصحه والشباب والرياضه وبرامج التضامن الاجتماعي والاسكان والتنميه المحليه الى جانب المبادرات المتنوعه للتنميه الاقتصاديه كما تم أيضاً استعراض مجمل التحديات التي ظهرت بين مرحلة التخطيط وبين الممارسات على أرض الواقع، والإجراءات التي تم اتخاذها للتغلب عليها، بالإضافة إلى تأثير أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية على سلاسل الإمدادات للمواد الخام والمكونات الصناعية المختلفة وأسعارها العالمية، أخذاً في الاعتبار حجم الأعمال غير المسبوق في إطار مشروعات المبادرة التي تعتبر الأضخم من نوعها في تاريخ المشروعات القومية في مصر إلى جانب وجود كتل سكانية كبيرة خارج الأحوزة العمرانية للقرى فضلاً عن العدد الكبير من التوابع للقرى والبالغ عددها أكثر من عشرة ألاف تابع بالإضافة إلى تعارض تنفيذ بعض المشروعات مع موسم الزراعة وتوريد بعض السلع الغذائية الاستراتيجية اضاف المتحدث الرسمي ان السيد رئيس وجه بالاعتماد على المكونات المحليه قدر المستطاع في تنفيذ مشروعات حياه كريمه نظرا لتاثر سلاسل الامداد العالميه وبما يمثل كذلك تعزيز فرص توطين الصناعه والاعتماد على التكنولوجيا المحليه بالشراكه والتعاون مع المستثمرين والقطاع الخاص خاصه ما يتعلق بمكونات مشروعات البنيه التحتيه